الأسبوع الماضي تحديدا يوم الأربعاء لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيترأس المجلس الأعلى للقضاء وشفنا القرارات المهمة اللي صدرت واللي كان من بينها إن من أول أكتوبر القادم إن شاء الله هيتم تعيين العنصر النسائي أو السيدات في بعض المواقع الجديدة في الهيئات القضائية واللي من بينها النيابة العامة. النساء طبعا أو السيدات سعيدات بهذه القرارات اللي بتفتح الباب مرة أخرى أو يعني بتجعل للمرأة فرصة أنها تطرق أماكن لم تكن متاحة من قبل. المرأة كالرجل سبحان الله، يعني ربنا دايما في الدكتور، وأنا مش عايز يعني أطيل في المقدمة، ولكن لكل واحد ليه خصائصه وكل واحد ليه مكوناته وكل واحد ليه أدواره، ولكن هناك أكيد مقومات للمرأة كما هناك مقومات للرجل. يمكن لما دورنا وقعدنا وقرينا في الأمور والتاريخ لقينا أن بعض النماذج النسائية من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ليهم أدوار مهمة جدا في الحزبة أو ما هنا أو ما إلى ذلك، من بينهم يعني السيدة الشفاء أو ليلى بنت عبد الله القرشية اللي كانت واحدة من الصحابيات ثم أصبحت أول محتسبة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. اسمحوا لي أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. مولانا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. إزاي فضلتك؟ الله يسلم حضرتك. شفت إزاي مولانا هذه القرارات وإن المرأة تدخل إلى نواحي جديدة في السلك القضائي في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا أحب أن أقدم بمقدمة مهمة وهي غاية في الأهمية، أن هناك فارقا بين الأحكام الشرعية وبين الواقع المعيش، فالواقع المعيش يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الثقافات، يختلف باختلاف طبيعة المكان، يختلف باختلاف الأحوال المتغيرة، يختلف باختلافات كثيرة جدا، لكن الشرع واحد، الشرع رؤيته إنما هي رؤية للإنسان المخلوق لله سبحانه وتعالى، والذي طلب منه الله سبحانه وتعالى أن يعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكثير من الناس يخلط ما بين ما يجري في الأحكام الزمنية وموقف الشرع الشريف من مسألة معينة أو كذا إلى آخره. فيجب علينا أولا أن نفرق بين الأحكام الشرعية ورأي الشرع الشريف في مسألة معينة وبين الواقع. نحن لا نريد أن نثبت حالة ونقول إحنا والله ولينا الستات القضاء أو النيابة أو رئاسة الجمهورية أو نحو ذلك، مش عايزين نثبت حالة، إحنا عايزين نشوف الشرع الشريف بيمنع الست من إنها تتعلم ولا ما بيمنعش. فعندنا الشرع الشريف لا يمنع المرأة أنها تتعلم. طب لو رحنا مكان مفيش ولا واحدة في الستات متعلمة، خلاص مش هتعرف على فكرة انها تبقى مدرسة، مش هتعرف كده تبقى طبيبة، كده مش هتعرف تبقى أستاذة في الجامعة، غير مؤهلة ده، لأنها غير مؤهلة لأنها ما تعلمتش. ايه علاقة عدم علام المرأة في منطقة معينة في مكان معين في زمان معين وأن الشرع الشريف يمنعها من التعليم؟ بعض الناس يخلط بهذا ويقول لا، أدام المكان ده مضى عليه مدة كده وهم ما بيتعلموش يبقى الشرع الشريف يرى أن المرأة يعني يبقى هنا لخبطة ما بين الإسلام وحال المسلمين في المنطقة أو الزمان أو كذا، ما بين الشرع وما بين ما هو متعارف عليه لظروف معينة، الظروف بتتغير وتتبدل وكده. زي ما قلت حضرتك في المقدمة انه لما عمر بن الخطاب، طبعا انت واخد بالك انه الستات حينئذ ما بيتعلموش والرجاله كمان ما بيتعلموش، عدد الكاتبين
في صحابة رسول الله كان محدودا. عمر كان يكتب، أبو بكر كان يكتب، علي كان يكتب، لكن جمهور كبير من الصحابة ما كانش لا يعرف القراءة ولا الكتاب. هل الإسلام أو الديانة أو الربانية تمنع المرأة أن تكون مجتهدا؟ أطلاقا. أم سلمة بقت مجتهد، صحيح. عائشة كانت مجتهدة، أم سلمة راوية من رواة الحديث، عائشة راوية من رواة الحديث أيضا. إذن الإسلام لا يمنع. طيب دول اتنين من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين كانوا تسعة ما كانوش اتنين، لكن ما حدش تصدر للاجتهاد وللفتوى ولترتيب الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية إلا الاتنين دول. وبقية أمهات المؤمنين عليهن السلام ساكتين، لا نريد إثبات حالة إنه أدام الاجتهاد دي مرتبة عظيمة يبقى لازم برضو أمهات المؤمنين كلهن يصبحن مجتهدات. لا، بس أنا عندي كفاءة الاجتهاد اجتهد، ما عنديش كفاءة الاجتهاد يبقى لازم ما اجتهدش، لأنه ده كده أنا بقول بغير علم. لما عمر بن الخطاب وجد في ليلى بنت عبد الله القرشية الكفاءة، مسكها حسبة السوق، وحسبة السوق دي فيها جزء ضبطية قضائية، فيها جزء من الحكم بين الناس. ابن سعد في طبقات ابن سعد يقول ويقال، شوف بقى الثقافة لما تتأثر فيما نسميه بالتعتيم، تعتيم تعتيم. ويقال ان عمر قد عين الشفاء على السوق. ابن حجر العسقلاني في الإصابة وهو بيترجم لليلى القرشية اللي هي الشفاء يقول والظاهر، يعني كأنهم انه تناسوها. بعد قرون واضح ان اصبح في حرج من تولي النساء، لكن كده في عصر النبي وعصر الصحابة ما كانش الامر كذلك، ما كانش فيه هذا الحرج. لما الشفاء أسلمت ودخلت الإسلام كانت معاها طريقة للعلاج للخدر، لما الواحد يحس بأنه إيديه بتنمل فيسموه النملة، النملة لأنه إيديه بتنمل، يعني عندها حاجة تعملها فتوديها كده. فالرجل راح لها وقال لها أنا عندي خضر دي وعملي لي الحاجة. قالت له انا ما عملتهاش من ساعة ما اسلمت. ففكرت ان العلاج ده يمكن يكون معاكس لأي شيء. فرح قال للنبي، قال الست دي معاها علاج. فالنبي عليه السلام كان يقول من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل. الإسلام جاي منفتح، ما تفتكروش إنه لكنهم كانوا خايفين، دي السبب يتدربوا على إيه الإسلام بيقوله وإيه اللي ما بيقولوش. واستدعاه، ومن هنا سموها الشفاء لأنها كانت شغالة في علاج النملة دي. قال لها أنت بتقولي إيه وبتعملي إيه؟ قالت له أنا بقول كذا وبنعمل كذا والإجراءات كذا. فقال له ارقيه، اعملي الإجراءات بتاعتك وعلميها حفصة. حفصة بنت عمر، زوجة النبي. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بيقول لها كده؟ يبقى ناخد منها تربية الأجيال، إنه مش أنا بس لوحدي كده، لازم أربي أجيال علشان. طب الشفاء راحت، الشفاء ماتت سنة 20 هجري. طب وبعدين؟ ما احنا عايزين العلم ده يتوارث وينتشر. وعلميها حفصة، يبقى مش بس أمرها إنها تعمل الخير وتعمل الخبرة. فعملت كده، هو كان من أولاد أبو بكر، راحت النملة اللي في إيديه وبقت اتظبط، يعني خف الحمد لله. يبقى إذن المعلومة دي
كانت تشتغل في التطبيب، لكن لما دخلت بعد ذلك في القضاء بين الناس وجد عمر عقلية فارقة، عقلية فاهمة لإدراك الواقع، عقلية عادلة فيها الإنصاف، فجعلها على السوق. لكن مش هي دي الحالة الوحيدة. احنا بقى لما هنروح للمقتدر، وده في سنة 306، 306 دي يعني لسه الأكابر من العلماء عايشين، لسه أبو الحسن الأشعري عايش وأبو منصور الماتريدي عايش، يعني بقى الكبار الكبار يقول لك أنا أشعري، لأنه لسه الأشعري عايش في الوقت ده. فجت أم المقتدر وتولت القضاء، أم الخليفة. الخليفة عيل صغير كده عنده 13 سنة، جات له الخلافة، فأمه راحت متولية القضاء عشان تظبط جريان الدولة. وبعدين لما عملت كده وتولت القضاء، اتسع عليها الأمر، لقيت الحكاية صعبة، وإنه لازم تستعين بالقضاة نفسهم، وانه عدد القضايا اكبر من وقتها. طب عذرا سيدنا، مفهوم القضاء وقتها، هل بس بتنظر في قضيه سرقه، في قضيه مال عام، في قضيه كذا، ولا كانت بمفهوم الحاكم يعني في الوقت ده، او مفهوم القضاء في الفتره الزمنيه دي؟ القضاء هو القضاء من ساعه الفراعنه لغايه دلوقتي، انه يحكم بين الناس في زوال الخصومات، وأنه جهة للإثبات والتوثيق. وأنا لما أروح أتجوز، الوثيقة بتروح فين؟ لحضرة القاضي يختمها. والمأذون اللي بيعمل كتب الكتاب ده مأذون من القاضي، يبقى هنا جانب التوثيق. ولما أروح أعمل صحة توقيع، يبقى ده جانب الإثبات. مظبوط. القاضي بيثبت، هو القاضي ما رفعش النزاع. لكن لما اروح متخانق انا وانت على بيت، على ملكيه بيت، بيحكم البيت ده بتاع عمرو مش بتاعك يا علي. او في حكايه سرقه ولا قتل ولا جريمه ولا كذا الى اخره، او في الاسره، ست بتقول له طلقني يا حضره القاضي، خلاص انا زهقت، فبيطلقها. فجوزها بص للقاضي كده وقال له انا مش عايزك تطلق. قال له انا كلمتي تنفذ ظاهرا عند الناس وباطنا عند الله، والست دي ما بقتش مراتك. يا يبقى ربنا عطاله سلطه. الكلام ده من ساعه الفراعنه، من ساعه ما جه قضاء بين الناس لغايه النهارده. القضاء هو القضاء، وهو اقرار العداله بين الناس على طريقتين: رفع الخصومة أو إثبات الحقوق. فالست دي كان عندها القضية دي، شغب دي، اسمها شغب، أم الخليفة المقتدر، أم المقتدر. فلما لقيت الحكاية كده قالت طيب القضاة يحكموا وأنا أوقع، وسمت الدار دار المظالم، يعني قاضي قضاة يعني. واستعانت بكهرمانة عندها، واحدة من الوصفات اللي هم سكرتيرتها اسمها ثمل، وعينت ثمل كقاضي للقضاء. يبقى إذن ابتدينا هنا نفهم درجات التقاضي، ده ابتدائي وبعدين استئنافه وبعدين نقضه وبعدين وهكذا، يعني تعرض القضية وبعدين تعرض مرة ثانية على درجة أكبر، وبعدين تعرض على درجة أكبر برضو، وفي النهاية ننهي الخصومات وننهي التنازع على الحقوق. 306 فضلت مدة ثمن بتعمل الحكاية دي، ومدحها الناس وقالوا إن الناس ارتحت لها، وكانت تعمل حاجة ثقافية كده بينها وبين بعض علشان يعملوا تداول، نادي القضاء، عملت نادي للقضاء.
فبقوا مبسوطين جدا، وكان يحضر لها العلامة الأشناني. فالكلام ده بيدل على أن الإسلام ليس له موقف معادي من المرأة علشان يعملوا لنا هصة عليها، لا، إنما هي الحكاية أننا لا نثبت حالة، وإنما وجدنا الكفاءة هتيجي الكفاءة. أدي إحنا الرئيس فتح، ولكن القضاء مش هيسكتوا، هيجيبوا الكفء. الست الكفء القادرة على ممارسة هذه المهنه هتبقى قاضي وتبقى وكيل نيابة وتبقى كله. طب ما فيش في الستات من هو يقدر، خلاص ما هيش إثبات حالة، ما هيش إلا لازم يلا هتولنا كده واحدة واثنين وثلاثة علشان نحلي الأمور، لأنها مسؤولية العالم في النهاية ولن يتولاها إلا الكفء. نعم. إلا الكفء. نعم. معاهم الكفاءة دي والقدرة دي تفضلوا، ويبقى ظلم إنك تمنعهم. ما معهمش يبقى ظلم إنك تعينهم. نعم. ولذلك سيحافظ القضاء دائما على رونقه، لأنه ما يعرفش وسائط ولا يعرف جنسية، يعني إنه ده بنت ولا ده ولد ولا ده مش عارف. لا، أنت كفء ولا لا؟ أنا كفء، تعال. مظبوط. أنا مش كفء، لا ما تجيش، ما ينفعش. تمام. في شروط لابد أن نتخذها.